هدي وهدي أنو تحجرين اللونر سيستم كا أما قمرية ضيحة أنو تحجرين والمسلمين تتاسع أنو تحجرين أو كل ما تسد حبوا اللي حدين إيشان مال موت هذا أنو تحجرين ما أنت أودي أنت بل أودي أنت نضد كا وح صارنا لها إني تكلم بقول إيه كنت صلاة إني تكلم وهدي بيش أنو كسر قلنا صدا مال موت ما أنت أسبوع أودي أنت نضد كا وح واجب كون قلنا إني تكلم صدا إيشان صلاة إني تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مركع رتبه كهل وعد بمعنى مركع هليا من وقت متداخل إنه حديث دينت المال أي سنكه اللي وحيان تابن الملا هدي أن نجا إن نجا قرصان تهاي وجهل لجين ما إن تهنا نراه وروح الله وترجع الجزيرة العربية ما دينت ماشى للي ماذا ما سيد دتك اسمه ده إن المال ونصوات تابتن بدنا كفكرة ولذلك علماء يهار حر حلارة كده جنجر ويسوي دين جر المسائشن مع هذا النصوص يكفكرين ولذلك الإمام الصاوي هل حرال وسمي وحر قل للفقيه الذي في عصره كل الفقيه الذي في عصره انفرد بكل فن وكم من معضل مهد اي ويدي بيرنك عالمك فن والباب لوغ سو هاغا سؤال بان هيا اي ويدي بيري بمعنى معضلات با جراءات يد ادق وخيري واحد ايغا ورنتا ماذا عشاء اديت والفجر قد طلع ايغا ورن بيري ايدو صلاه عشاء لا تكني با فجرك سو غلى وسدا انغ نغ دخدا سوما وقبل ان يطلع وقبل ان يطلع البضلان قد ورد انت فجرك سي في عن انوسو بحنا صلاه دي بمعنى معقول ما لبس صلاة بس قشيء محل لوح اللي يابي سؤال بويدي هل حرالي بو فولا فورا يعني كان مركز وحيري هرت وحوي جواب يا بلاد دوا كوا رول كان لقاه الله يكد من جوابه بحنا وحيري هي البلاد التي لاح الصباح بها وحيري وارد رول كان صبح أو صباح من قبل غيب الشفق يا صاحي فاعتمد انت آنو شفقي وقد قدوك مقرب كصباح آنو انت آنو بمعنى آنو قرسو من ودولك دتك أدقن وما يشعنو كلا نور وإيمالها لم يتكا آنو جوغنو دولك أبالو لجي دابيري جوابته بحين أمرك وحيري قول القرافي بتقدير القريب لهم من البلاد حياك الله كل ندى الإمام القرافي هرق وقال جوابه وحيري دتك وحي كقد يانا يا عم كد يانا يا ودمد أدو أي كذا قياس قادنا يا بمعنى وما حدان جدولك عتا أن سو ساري كرين ودن كنوع دو مسلمين تكذا قياس قادنا كنوع مشكلة ذا ملا وما إلى ذلك من الأمور تحيا بها سودن علماء ذي هري وجي جواب الإمام الساو جار وها سوموجي القراف يمرك كهل جار وها سوموجي إن هذا ديجو اعتماد شلو اعتراهد أرنت أرنت سو عنا يسمع واحد قاعد يجلسنا يما ولذلك قفكو حلو جبا هاي إنتو دذلك إنه دذاله ولذلك النبي الله إبراهيم مرك اللي يرويل كذا جورع هو بمعنى الرياض وكو أركي ويسكسي حنكره لكن وحيري انتو يمر يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك وحان اركاب يرانو وحان هردده كو اركاب يرانو كو غورع ما حان سميا مركا سيري فانظر ماذا ترى سمي بير ما ركتي وح الله وحي بمعنى اي لو امري يا والدك ادا اهي سمي بير نبي الله ابراهيم عليه السلام وحو سمي فلما اسلم وتله للجبين مركو دبنك دولك اساري و سيري مددي كل مديدي كلا دولدع با الله سبحانه وتعالى واتن فورتو لوق با سمد لا سو دجي او لير اسكا دا او الله سبحانه وتعالى واتن بحثده هذلك علماء وحي يراهدين خاصة مركا ماشن جوكتين مسألة ذا كومبليكيتد هكذين هدين ماشن هدي لقال امتحان بالقلة صلاة صام بين قنصة بس بالسنة صلاة صام بين قنصة انت وحيا بها انا يسور بيجي يسور ماشي اسكا قاد اسكود دي صلاة دهور تكو انت تكن كرتي وإلهي سبحانه وتعالى با قدر يسوه ما اني ارنت ايسان نقطة ديب باد او ديكتو صلاة كالات كود جمعين ايسا عذر بال لذا لكن انا اديك اسكو بروغرام قريسيد مركا تقول يكب حيسيد شان صلاة با اسراعين ايا هبين مركا نيمان اسراعين ايا اما ادرال سيد فطوع علمات ايليه لبا صلاة با الاسكو دريا سيد اللي اسكو دريا بيشان صلاة نقطة ولذلك قاربا وحي ويدينا هذا لما انت هل الله اكبر هدان كل حرتو مرشده وصاره هل مر السلام عليكم اديه كرابي تاغنت مثلا وي سوعني سوما هنا مثلا وي سي سوعني سمالي مالنت كدنبس مره وحا لو باهن قفكه مؤمنك انو انت ودي كره هودو هدي الله سبحانه وتعالى عذر شرعيه وكاننا واكا ولذلك نبي الله سليمان هو اها وهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب يعرض عليه بالعشي صافنات الجياد فقال اني حببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب نبي الله سليمان عليه السلام انتو دلال موجين كرو موجي لكن وحبا كو صبحي عذر شرعي مركو يماد والقو عذريا لكن برقرام كها قلينين مربها ديب النوروي اجوك صلاة انا دسكو قيسين موين وحكا لسوعانا يمالا صلاة وحي كالو كهذا شي جانب كاجتماعي سوشال ليفت كي كهذا شي سوشيال كي بي كهذا شي ولذلك حديث كرسوك عليه السلام حوها وحي رسوك عليه السلام تحريمها التكبير صلاة وحي كب الله وتعالى الله أكبر وتحليلها التسليم وحيكون ما السلام عليكم معنى ذوامحه قف كنولشي سوحي كبش قضي سنته الله الله
subax markaa soo toosta waa allah allah sida maalinta lagu dhalayba aadaanka lagugu bilaabo markaa dhimanaysina lagu laqinaya laa ilaaha illa allah bimacna waa maxay noloshaada oo dhanba ha noqoto maxyaaya wamamaati lilahi rabbil caalamiin salaadii iyo noloshii iyo dhimashadii ilaahay subxana wa tacala baa iska leh noloshaada oo dhan ilaahay subxana wa tacala bay markii soo hoosgelaysaa xadiid kalena wuxuu ahaa laa salaata liman laa wuduua lah salaadiisa dhegaysan maa qof aana weysaysan walaa wuduua liman lam yudkir isma allah qof aanan magaca ilaahay aana xusin salaad weysadiisana ma soconayso waa tan xadiidku ahaa waa maxay marka macnaha laga hadlaya markaa weysadii marka laga hadlaya waxaa laga hadlaya qofka muuminka sida jirkiisa nadiif inuu noqdo loo baahan yahay qalbigiisa inuu nadiif noqdo shirki waa inaan lagugu hayn waa ilaahay kayrki waa inaadan ku xirnayn waa inaadan bimacnaa dabxi ligayri ilaha aadan samaynin waa ilaahay subxana wa tacala qalbigaaga waa inuu ilaahay keliya uu ku weynaada macnaha waa lagu barayaa waxaa kaloo lagu barayaa sida jirkaaga nadiif inuu unoqdo loo baahan yahay ayaa loo baahay noloshaadu nadiif u noqoto xaaraamta iska ilaali marba meel ha ku dhicin dadka ha khiyaamayn waxa yani bimacnaa ha sariqaynin intaana waa lagaa celiyey وما إلى ذلك من الأمور ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في سوحة كما جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا مالك سوى طاهر بالك قدق وما إلى ذلك هنا وحن إنكستو موضوع صدح دقيقة هرسان جزاك الله خير وحكالو جيرا مركة اتجاه المسلمين مسلمين تحدنا waxa kaloo rumuus baa jirta salaad oo xambaarsan tahay kuwada innaga inaan fahmi karin salaada xambaarsan tahay oo ka mid a matalan marka dhammaanteen hal qibla aan u jeesanno hadafkeenu inuu mid keliya yahay ay muujinaysaa waana arrin uu madhab walbo maanta jira iyo diin walbo maanta jirta ay ku fashilmeen hadda shiicida maanta haddaad weydidid war waxa kan aad samaynaysaan ramsi walbo aad samaynaysaan ama practical walbo aad samaynaysaan shay walbo aad samaynaysaan maxaa lagu fasira ma fasiri karaan haddii la weydiiyo ra-suumaaliyadda wixiina fasira ma fasiri karaan yahuudiyada tuquus fara badan oo ragmas ku jiraa jira ayaan fasiri karin christmas christianityga waxaa ku jira waxyaaba badan ayaan fasiri karin waxyaaba fara badanna waxaa jira bimacnaa dad midna waxaad arkaysaa brostantio meeluu ka soo jeedaa midna waa bimacnaa katholigu meeluu ka soo jeedaa shiicidii iyadaa kala qaybsan ra-suumaaliyadii iyadaa kala qaybsan laakiin annaga waxaana la barayaa hal meel baan u jeesanaynaa kacbadi baan u jeesanayna dhammaantee hal meel baan u jeesanaynaa sida quluubteena meel keliya ugu xiran tahay fa walli wajhaka shatar almasjid alxaraam indhaheena meel keliya ugu jeedaan innagoo dhan hal imaam aan u leenaha ayaa loo baahanya hadafkeenu inuu mid noqdo waxaana keliya laga helayaa fi lislaami laysa ilaa meel kale ka helaysin malaha rasuul maxamed sal alayh wasalam si uu arrintaa u dabdiyo oo uu bimacnaa uu meesha loo baahan yahay u dhigo wuxuu yihi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli saad ii aragteen anuu u tukanay u tukada bimacnaa waddaan idiin jeexay waddadaa keliya un raaca meel kaleo markaa la u bixinin wamaa ilaa dalika min alumuur waxaa ka mid a salaadii jimcaha salaada jimcaha maxaa ka mid a xikmadeeda waxaa ka mid a sideeda marka hore waxay ahayd rasuul maxamed sal lay sl khudbada jeedin jiray abubakar baa jeedin jiray waa in looga hadlaa bulshada arrimaheeda waxyaabaha markaa taagan xaaladda markaa taagan in looga hadlo waxay ka mid tahay waa maalin ciideed oo dadko dhan marka ay isku arkayaan waxaa soo gelaya arrintaa kulle shay oo la niqaashaya daakhilun taxta hada alamr wama ilaa dalik min alumuur waxaa kaloo aan u baxaynaa haddana qofka waxaa la yidhi xataa salaadda markuu soo aadayo khuduu ziinatakum cinda kulli majlis soo qurxi shakhsiyadaada ka halsi ilan qofka muuminka personality waa inuu yeesho haddana waxaa la yidhi marku qofka salaadu imanayo ha soo ordin degdegta jooji intaad meel ina allaha maca saabiriin aad ka soo qabsa ha soo ordin guriga markaad ka soo bixisa ha soo ordin waxaad ka gaari karto salaad aad tukanaysa tuko xadiidka wuxuu ahaa idaa ataytum asalaata facalaykum bisakiina si tartiiba usoo socda idinkoo xasiloon famaa adraktum fasalluu waxaad haleeshaanna tukada wamaa faatakum fa atimu wax idin dhaafana bimacnaa fa atimu idinka dhammaystira salaada waxyaabahayna baraysa waxaa ka mid a istiqlaaliyata hadihi lumma bihawiyatiha in ummaddanu independent ay tahay ummad kale aanay ku tiirsanayn uma baahnin inaan maanta aan la nimaanin caadaad ummad kale ay leedahay dhaqanno ummado kale ay leeyihiin laakiin waxaan qaadanaynaa kan annaga keliya aanu leenahay walidalika xadiidku wuxuu ahaa naxnu alaakhiruuna asaabiquun innagaa ugu dambaynay ummadihii innagaana ugu horeyn yowm alqiyama marka la gaaro laakiin waxay nooga horeeyeen kutub kitaabkii baa la hor siiyey rasuul maxamed sal alay wasalam marku wuxu yihi fannaasu lanaa tubbac dadka annagay bimacnaa dadkoo dhan annagay nagu raacayaan buu rasuul maxamed sal alay wasalam ama xadiidku wuxuu ahaa ummadihii hore markay iskhilaafeen kadib innagaa ilaahi subxaana wa tacaala nagu hanuuniyay maalinta jimcada wama ilaa dalik kuna waxaan kusoo gabagabayn lahaa iyadoo waqtigu markaa pressing uu ahaa
waxaan ku soo gabagabeyn lahaa waxa maanta aan isku dayayna inaan soo dhaweyno waa xikam ruux binaadam madaxiisu ka shaqeeyay dad culimaad dadaalo isku dayay inay dadka soo dhaweeyaan waxa laga yaaba waxaan meesha aan ka sheegnay xikamta aan sheegin inay waafaqsanta waxa laga yaaba inaan waafaqsanay oo umur farabadan waxa jira tacabudiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala xikmadeedu marka uu haleeli karo hadii ay waafaqdana waata ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay bimaana waxaan rajaynayna inuu ajir naga siiyo hadaan waafaqina in ilaahay subhanahu wa ta'ala dambiga naga dhaafo billahi tawfiq wa jazaakum allah khayran جزا الله شيخنا الشيخ علي خير الجزاء ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحاجر نور سألو هذا يد مهمة إن حضرتها عند الله لكن حكوا رئيسين يا وحاجر ضد هذا يد رمضان وصعد سنة يا دعو صعد سنة يا لبقوا لأنك حصيا قبر وقبر ولا شيء أنا